إذا المشاهدين الكرام، ينضم إلينا في هذه التغطية المستمرة عبر سكايب المختص في الشأن الأمني والعسكري رامي أبو زبيدة، وأيضا سينضم إلينا من غزة عبر الهاتف رئيس تحرير وكالة صفا الإخبارية ياسر أبو هين، وعبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي إبراهيم أبو جابر، وأخيرا عبر الهاتف المتحدث باسم حركة حماس حسام بدران. أبدأ معكم أستاذ ياسر أبو هين رئيس تحرير وكالة صفا الإخبارية، مرحبا بكم. بداية أستاذ ياسر، كيف تبدو الأوضاع في غزة بعد ليلة من قصف طائرات الاحتلال خلفت عشرات القتلى ومئات القتلى وربما آلاف الجرحى؟ كيف يبدو الوضع لديكم أستاذ ياسر؟ يعني هو في المعركة مستمرة، وحتى هذه اللحظة القصف الصهيوني مستمر على مناطق ومنازل وأهداف مدنية، و يعني هناك أعداد كبير، أعداد من الشهداء والجرحى وتدمير لبعض الأبراج السكنية والمنازل. لكن الأهم على المشهد هو أن المقاومة وكتائب القسام لا زالت تمارس أو تستمر في حلقات العملية التي شنتها كتائب القسام أمس طوفان الأقصى. حتى هذه اللحظة، وإسرائيل التي يقال عنها أنها الأقوى في المنطقة أمنيا وعسكريا واستخباريا، لا تستطيع أن تسيطر على غلاف غزة. ونحن حينما نتحدث عن غلاف غزة نتحدث عن عشرات المستوطنات والبلدات التي تمتد على أكثر من 50 أو 90 كيلومتر. بالتالي إسرائيل الآن في ورطة. المقاومة الفلسطينية تعلن بين الحين والآخر أن مجموعاتها، مجموعات الكوماندوز والنخبة، تقوم الآن بعمليات اشتباكات داخل البلدات والمدن والمستوطنات، وهذا يؤكد إعلانات إسرائيلية متكررة عن اشتباكات مع مجموعات أو أفراد أو مقاومين هنا أو هناك. حتى هذه اللحظة المشهد لا زالت المقاومة الفلسطينية هي التي تسيطر على المشهد. ويدها العليا. نحن نتحدث عن أرقام يعني هي في عرف العادة، في العرف العارف عليه، هي أرقام خيالية في القتلى الصهاينة. ونحن نتحدث عن مرور 36 ساعة على عملية طوفان الأقصى. العدد يزيد الآن عن 650 قتيل. الجرحى بالآلاف، المفقودين. مكتب نتنياهو أعلن أن هناك أكثر من 100 مفقود ما بين جندي ومستوطن مفقودين داخل قطاع غزة. كل المعايير تختلف عن أي معركة كان سابقة، على اعتبار أن كتائب القسام عبر هذه المعركة ثبتت وتريد أن تثبت قواعد التعامل الجديدة في ملفات أساسية أساسها أو على رأسها القدس والمسجد الأقصى والأسرى. الأسرى الآن هذا الملف الذي الواضح أنه سيشهد حراكا وسيشهد يعني تفاعلا دراماتيكيا في ملف الأسرى، الذي كانت إسرائيل ترفض أن مجرد أن تطرحه على الطاولة، رغم أن هناك أن حماس أرسلت العديد من الرسائل وتدخل على الخط الكثير من الوسطاء. أن تشير إلى رغبة حركة حماس بإتمام صفقة تبادل أسرى بما لديها من 4 جنود أو إسرائيليين تحتجزهم منذ عام 2014. إسرائيل رفضت بتعنت وبجبروت وتحت كي الوعي الذي تعيشه إسرائيل من تكرار صفقة تبادل وفاء الأحرار شريط، كانت ترفض. الآن إسرائيل وجدت أمامها لغما متفجرا وعلى طاولة قيادتها السياسية أن الحديث ليس عن 1 وليس عن 10 وليس عن 20، وقد لا يكون الحديث عن 100. الحديث عن أرقام تزيد عن ذلك بكثير. بالتالي قد يكون موضوع الأسرى هو المدخل لحل هذه يعني حل هذه المعضلة التي انفجرت في وجه إسرائيل. أستاذ ياسر، بسؤالي الأخير لجنابكم قبل الانتقال إلى الأستاذ إبراهيم أبو جابر، قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الشروع في إجلاء كامل المستوطنين من غلاف قطاع غزة مع استمرار غاراتها في داخل القطاع، إلى ما يشير ذلك أستاذ ياسر؟
صديقي، استمرار الغارات أنا قلت أنه هذا يعني حفظ ما تبقى من ماء الوجه لإسرائيل التي كسرت هيبتها ومرغ أنفها التراب منذ أمس، والعملية الغير مسبوقة في التاريخ والتي حققت النتائج التي تحدثنا عنها. إسرائيل تعاني ولديها حالة من الإرباك، حالة من التخبط، حالة من العشوائية على كافة الأصعدة. ليس هناك قرار سياسي يعني واضح لدى الاحتلال الإسرائيلي ماذا يريد، ليس هناك قرار ميداني لدى الاحتلال ماذا يفعل وأين يركز وماذا وأين يقتحم أو أين يتوغل وماذا يضرب، وليس هناك تقديرات أمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي يعني تعطيه مؤشرات عن ما هو الموقف أو ما هو القرار لدى حركة حماس. بالتالي إسرائيل تحاول من خلال هذه الغارات أولا أن تعادل كفة أسطورة التي قلبت بأن تحقق أكبر قدر ممكن من الخسائر والقتلى والدمار في قطاع غزة، وتريد أن يعني أن تقول أننا نستعيد الهيبة ونستعيد الرضيع. لكن مهما فعلت إسرائيل في هذا الأمر فأعتقد أنها فقدت عنصرا أساسيا حققته حركة حماس منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى، وهي صورة النصر. حماس ربما كانت تريد صورة نصر، لكن بهذه المعركة منحت عشرات المعاني وعشرات الأسطور التي يمكن أن تقدمها على أنها صور نصر تاريخية. ليس أقلها أن حماس الآن تسيطر على كنز بشري بالنسبة للمقاومة الفلسطينية يتمثل في أكثر من 100 إسرائيلي، إضافة للعتاد والمعلومات والقدرة الاستخبارية والتغلب الاستخباري الذي حققته كتائب القسام في هذه المعركة. أنا أشكرك رئيس تحرير وكالة صفا الإخبارية ياسر أبو هين، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم معنا في هذه التغطية. أرحب بالأستاذ إبراهيم أبو جابر المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ إبراهيم حياكم الله، مرحبا بكم. هل كانت معركة طوفان الأقصى مخططا لها أستاذ إبراهيم؟ يعني في الواقع بداية تحية لك ولجميع الإخوة المشاهدين. صحيح، يعني كما يبدو نعم من الطرف الفلسطيني ومن طرف المقاومة الفلسطينية، لكن الصحيح أنه بناء على ما نسمعه من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطرف الإسرائيلي يعني فاجأته هذه العملية جدا في وقت هو ليس فيه مستعدا لعملية عسكرية بهذا الحجم، حيث أن توقيت هذه العملية من ناحية إنه يوم السبت وصباحا وفي مرحلة فترة أعياد، هذا الأمر فعلا فاجأ الطرف الإسرائيلي أو المستويين، يعني المستوى السياسي والمستوى العسكري، مما أدى إلى حالة إرباك وحالة تخبط تعيشها الآن المؤسسة الإسرائيلية ولا تعرف ماذا تدري، رغم أنها قبل ساعات أعلنت أن البلاد في حالة حرب. إذن واضح جدا أن هذه العملية قد خطط لها بشكل دقيق جدا، حتى أن البعض يقول أن هذه العملية ستدرس في الكليات الحربية. ففعلا يعني أمر غير تقليدي، أمر غير عادي، لم يتوقع الكثيرون أن يحصل أو أن تكون عملية بهذا الحجم وبهذا التخطيط وبهذا التكتيك الذي حقيقة يعني فاجأ الإسرائيليين كثيرا. أستاذ إبراهيم، يعني مقتل نحو 600 إسرائيلي طبعا، والحصيرة ربما تكون في ازدياد مضطرد، هناك أكثر من 2000 جريح، هناك 750 إسرائيليا ما زالوا في عداد المفقودين. كيف يتفاعل الشارع الإسرائيلي مع هذه الحصيلة المدوية التي وقعت عليه من جراء طوفان الأقصى أستاذ؟ نعم صحيح، كما ذكرت يعني قبل قليل هناك حالة تخبط، هناك يعني بداية نوع من أنواع الهيجان والرفض العلني من قبل أهالي المفقودين، بالذات الذين رأوا صورهم في الفيديوهات كأسرى يعني لدى الطرف الفلسطيني. وهذا الأمر يعني سينعكس سلبيا على حكومة نتنياهو بعد
انتهاء هذه العملية أو هذه الحرب. هناك سخط يعني فعلا وغضب شديد جدا لدى الأهالي الذين فعلا يصرخون ويطلبون المساعدة دون وجود من يجيبهم، يعني من لا سياسيا ولا عسكريا. يعني حتى أننا حتى الآن أو التلفاز الإسرائيلي حتى الآن لم يبث أي مشهد يتواجد فيه وزير أو عضو كنيسة إسرائيلي. فعلا هذا الأمر لابد أن ينعكس سلبيا على المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الاستخباراتي، لأنه الذي حصل هو فشل على كل المستويات التي ذكرت، المستويات الثلاث: السياسي في الدرجة الأولى، ثم العسكري، ثم الاستخباراتي. لأنه عملية بهذا الحجم يعني فعلا تغيب عن مؤسسة ودولة تملك كافة وسائل الاستخباراتية والعسكرية وما إلى ذلك، يعني فعلا هذا الأمر أكيد يعني المواطن بين قوسين الإسرائيلي يدرك حجم ما حصل، وعليه أتوقع أن الحكومة الإسرائيلية ستدفع ثمنا باهظا من قبل المجتمع الإسرائيلي نفسه، إما من خلال إسقاط هذه الحكومة أو يعني حكومة، إيجاد حكومة وحدة وطنية قد يحاول نتنياهو من خلالها يعني إعادة الكرامة للطرف الإسرائيلي. إبراهيم، على ذكر الوضع السياسي، هذه العملية يعني بحسب مراقبين عسكريين لم يتعرض لها الاحتلال منذ 6 أكتوبر عام 1973، ولكن بما يخص الشأن السياسي، هل ستؤثر العملية على الوضع السياسي الملتهب داخل الكيان المحتل أستاذ إبراهيم؟ يعني على المدى الحالي الآني أفتكر لا، لكن على فيما بعد انتهاء يعني هذه الحملة العسكرية أو الحرب التي يعني يستعد لها الكيان الإسرائيلي، هذا الأمر سيؤثر كثيرا. نحن نسمع في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ الأمس أن هناك اتصالات بين بنيامين غانتس وأقطاب في حزب الليكود على أساس إقامة حكومة وحدة وطنية، ونسمع أيضا عن اتصالات أيضا بين يائير لابيد والليكود على أنه إقامة حكومة وحدة وطنية بشرط أن يتم التخلي عن سموتريتش وبن غفير، يعني وقبول المعارضة الإسرائيلية لتكون بديلا له، لأنه المعارضة الإسرائيلية يعني تتهم أنه المتطرفين سموتريتش وبن غفير ونتنياهو الذي يعني قبلهم في حكومته، على أن هذا الأمر أحد أسباب اشتعال الموقف على من طرف قطاع غزة نتيجة للسياسة التي تبعها بن غفير في ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، الاقتحامات، التدنيس، قمع المرابطين والمرابطات، التصرفات الهمجية في جنين وفي نابلس وفي طول كرم، وأيضا التصريحات العنصرية التي كان يطلقها ضد الفلسطينيين ومنهم فلسطينيو الداخل في يعني ما يعرفون بفلسطينية 48. أفتكر أنه يعني هناك ستكون يعني فترة ساخنة جدا على المستوى السياسي بعد انتهاء هذه الحرب. أستاذ إبراهيم، بصفتكم متخصصا في الشأن الإسرائيلي، من يتحمل مسؤولية هذه الهزيمة؟ هل يتحملها القادة العسكريون الإسرائيليون وحدهم؟ أم أن ربما المسؤولية تتوزع على القادة العسكريين وعلى سلطة الاحتلال متمثلة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ نعم، في الدرجة الأولى المسؤولية طبعا يتحملها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم المستوى العسكري، ثم المستوى الاستخباراتي. لكن في الدرجة الأولى المفروض أن يتحمل المسؤولية الكبرى هو رئيس الوزراء، وأظن بأن الشارع الإسرائيلي سيطالب نتنياهو بالاستقالة. يعني هذا الأمر قد يذكرنا بما حصل في لبنان سنة 1982 وارتكاب وما حصل في صبرا وشتيلة في ذلك الوقت، وإجبار يعني خروج المظاهرات في تل أبيب حوالي 250 ألف إسرائيلي، وإجبار أرييل شارون بعد أن تم تشكيل لجنة للتحقيق بالاستقالة. أظن أنه بعد هذه الحرب لابد يعني كما نسمع من وسائل الإعلام
الإسرائيلي من تشكيل لجنة تحقيق فيما حصل واستخلاص العبر مما تم. أستاذ إبراهيم، هناك حديث عن محاسبة ربما ستطال القادة العسكريين وأيضا ستطال نتنياهو بعد هذا التراجع والفشل الكبير الذي كشفت عنه عملية طوفان الأقصى. تعتقد أن نتنياهو سيقدم استقالته في هذه الفترة أو المرحلة الحرجة الآن أستاذ إبراهيم؟ يعني هو بشكل شخصي أنا أستبعد أن يستقيل، لكن إذا تحرك الشارع الإسرائيلي، وكما نعلم الشارع الإسرائيلي منقسم على نفسه، وهناك من يعارض حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية لأن من المعارضة طبعا، لأنهم يرون هذا الأمر عبارة عن إنقاذ، يعني قارب إنقاذ لحكومة نتنياهو كل أقطاب الحكومة الإسرائيلية العنصرية الحالية التي تسير نحو إحداث نوع من أنواع التغيير الدستوري أو القانوني في الكيان الإسرائيلي. لكن إذا تحرك الشارع الإسرائيلي ولربما حصلت نوع من أنواع حجب الثقة في الكنيست، وكان هناك أغلبية يعني إسقاط حكومة نتنياهو بأنها أرى بأن هذا الأمر ممكن، لكن في هذه الحالة يعني يستطيع نتنياهو أن يستبق الأحداث من خلال حل الكنيست والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة. أستاذ إبراهيم أستمحك عذرا، سننتقل لدقيقتين أو أكثر من ذلك بقليل في تقرير حيث كشفت عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية من جديد، كشفت عن قدرات كبيرة التي تمتلكها فصائل المقاومة الفلسطينية، كما أيضا فضحت في ذات الوقت عن مواقف المتاجرين بالقضية الفلسطينية من محور إيران الذين اكتفوا كالعادة بشعاراتهم المعتادة. لنتابع هذا التقرير مشاهدينا ومن ثم نعود إلى ضيوفنا. لم يكن يوم 7 من تشرين الأول كسائر الأيام، فقد سجلت فيه المقاومة الفلسطينية واقعة لن تمحى من ذاكرة الاحتلال الذي تلقى ضربة موجعة لم يتخيلها في أسوأ كوابيسه. دحرت فيه أسطورة جيشه الذي لا يقهر، وفقدت قياداته توازنها، فراحت ترد بتصريحات الويل والثبور وتكرر ما تعودت عليه من قصف كثيف على قطاع غزة المحاصر. ولأن الحرب تكون كاشفة، فقد كشفت عملية طوفان الأقصى عن القدرات الكامنة في هذه الأمة التي إن أتيح لها أن تخرج لما بقي شبر واحد تحت نير الاحتلال، كما كشفت مرة أخرى أولئك المتاجرين بقضية فلسطين اللاهثين وراء مصالحهم وهم يتشدقون بدعم المقاومة. نظام طهران الذي لطالما بحث عن طريق القدس في العراق وسوريا واليمن لم يهتدي بعد إلى ذلك الطريق، واكتفى برلمانه بشعاراته المعتادة الموت لإسرائيل، كحال باقي ما يسمى بقوى الممانعة التي ما زالت تتشدق بدعم فلسطين، لكنها أقل من أن تظهر ردة فعل حقيقية إزاء المعركة. ففي العراق تصرح ميليشيا الحشد دون خجل أن معركة طوفان الأقصى ثمار طريق مقدس عبد بدماء سليمان والمهندس، هذا الأخير الذي صرح يوما أن هدفه لم يكن أبدا دمار إسرائيل. إسرائيل نبض. نعم إسرائيل رياض. سعودي. أمريكا. سعودي. سنبقى نراقب الأحداث في فلسطين. هذا ما يقوله زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي بعد سيل من العبارات الساخرة على مواقع التواصل التي تؤكد أن محور إيران يكرر دائما أنه ينتظر الفرصة، وعندما تأتي تلك الفرصة يدفن رأسه بالتراب، كما يفعل نظام الأسد الذي يدك منذ أيام شمالية سوريا بوابل من الصواريخ التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من أبناء شعبه دون أن يشهر سكينا في الجولان المحتل. لتبقى الحقيقة أن قضية فلسطين لا ينصرها المتاجرون ولا يؤيدها إلا من كان مع الأمة تاريخا وعقيدة وهوية، وكانت فلسطين والأقصى غايته وليس وسيلة لخداع الشعوب وتحقيق مزيد من النفوذ والمصالح بشعارات أكل عليها الدهر وشرب. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم مستمرين في هذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين الفضائية، والتي نتناول عملية ومعركة
المقاومة الفلسطينية العظيمة معركة طوفان الأقصى. ودعوني أرحب عبر الهاتف المختص في الشأن الأمني والعسكري رامي أبو زبيدة. أستاذ رامي حياكم الله. أستاذ رامي، لعل من الواضح أن هناك تكتيكات متقدمة اتبعتها الفصائل في اقتحام محيط غزة، وبالتالي عاقبتها البدء بهذه العملية، ولكن ما هو دور الوحدات السبرانية في التمهيد لهذه العملية أستاذ رامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحياك الله مشاهديكم الكرام وضيفك الكريم. يعني واضح أن معركة طوفان الأقصى امتلكت فيها المقاومة الفلسطينية المبادرة والمبادئة، وبدأت المعركة عبر عملية مباغتة كان لها تحديد الوقت والمكان والأهداف، فكانت فاتحة هذه المعركة بجهد استخباري وتحييد قوة الاحتلال الإلكترونية وعمليات الرصد عبر وحدات السايبر والوحدات الإلكترونية للمقاومة الفلسطينية التي برعت وذاعت صيتها في الفترة الأخيرة عبر قدرتها في شل كثير من مواقع الاحتلال وعمليات التجسس والرصد. كان لهذه الجهود السيبرانية دور في هذه المعركة في عملية الإعماء على الاحتلال، ومن خلال أيضا الإغراق الصاروخي بعدد يصل إلى 5000 صاروخ مترافق تقدم بري باتجاه مقتصفات غزة، حيث تمكن المقاومون من تخطي الحدود الصحية فارضين سيطرتهم على معظم مقتصفات الغلاف. حقق هذا كثير من الخسائر البشرية والمادية في صفوف العدو. بالتالي كل هذا مجتمع، سواء الجهد السيبراني أو التخطيط العسكري والتكتيكات العسكرية التي شملت عبر البر عبر البحر عبر الجو، الجهد الاستخباري، شكل عنصر مباغتة في عملية طوفان الأقصى، وشكل ذلك صدمة ومفاجأة للكيان الصهيوني الذي كان منشغلا بأعياده ومواصلة انتهاكاته للمسجد الأقصى والضفة الغربية. بالتالي هذه الصورة التي خرجت أصابت الأسرام خلال صورة القتلى على يد المقاومة الفلسطينية، حطمت رهبة وصورة هذا الجندي الذي طالما استماتت إسرائيل برسمها أمام العالم على أنها القوة التي لا تقهر. باعتقادي حققت المقاومة من خلال هذه المفاجأة والعملية مفاجأة من العيار الثقيل للعدو لم يكن يتوقعها، لم يكن يملك أي معلومة أو شواهد عنها. أفقدت تلك المفاجأة زمام المبادرة، وبالتالي أخرجت حتى الآن مناطق جغرافية عن سيطرة الاحتلال مباشرة، وإلى الآن واضح أن العدوان والاحتلال الإسرائيلي فاقد للتوازن الحقيقي وغير قادر على التعامل مع الموقف في غلاف غزة. ضيوف الكرام مشاهدينا، دعوني أرحب بضيفي الأستاذ حسام بدران المتحدث باسم حركة حماس. أستاذ حسام حياكم الله. بداية، هل حققت العملية حتى الآن ما وضع لها من أهداف، رغم طبعا الثمن المنتظر والمتمثل في قصف الاحتلال لقطاع غزة؟ أستاذ حسام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، نحن ما زلنا نتحدث عن بداية المعركة. نعم. والأمور على الميدان تجري بالضبط كما تم التخطيط لها بإتقان قبل قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام. نعم. لكن مع ذلك بعد اليوم، احنا يعني هذا اليوم الثاني، نستطيع أن نقول أن الصورة التي ظهرت فيها المعركة في الميدان وفي الصورة العامة يعني لا يمكن محوها مهما تطورت مجريات هذه المعركة، ومهما حاول الاحتلال أن يرد يعني بالاعتداء على شعبنا في قطاع غزة بالمجازر أو غيره كما هو معتاد. احنا أردنا من الصورة أولا أن تكون مفاجئة، بمعنى هذا الاحتلال دوما يفتخر بأن لديه منظومة أمنية ربما متميزة على مستوى العالم، وأن لديه تكنولوجيا وقدرات وأقمار صناعية، وهذا كلام صحيح بالمناسبة، لكن مع ذلك نحن نتحرك عندنا أكثر من 1000 مقاتل في ساعة واحدة، وسيطر على العديد من، لا أقول مستوطنات فقط، وإنما المراكز العسكرية والمعسكرات الجيش، والتي تملك
يعني قدرات وإمكانيات كبيرة، وفاجأوهم في داخل يعني مهاجرهم وأماكنهم العسكرية، وبهذا ضرب له كل ما يتعلق بافتخار هذا الاحتلال بمنظومة الأمنية وقدراته التكنولوجية. الأمر الآخر أنه إحنا أردنا أن نهشم صورة هذا الاحتلال الذي يعني قال عنه البعض يوما ما أن هذا الجيش الذي لا يقهر. نحن أردنا أن نقول للعالم كله أولا لشعبنا ولأمتنا وللعالم وحتى لداخل الكيان الصهيوني بأن هذه الكلمة لم يعد لها معنى، وأن هذا الجيش قابل للقهر وقابل للهزيمة وقابل للمفاجأة وقابل للتراجع وقابل للإرباك، وقد حدث هذا كله من خلال هذه المعركة اللي هي طوفان الأقصى. وأيضا هي فيها رسالة لكل الأطراف التي يعني اعتادت أن تتعامل مع الاحتلال كما لو أنه القوة المركزية في هذه المنطقة، وتحاول التقرب إليه أو التطبيع معه، أو تظن أنه يعني هو جسر العبور لعلاقة مع أمريكا أو غيرها. أردنا أن نقول لكل هذه الأطراف بأن هذا الاحتلال عاجز عن الدفاع عن نفسه، وعاجز عن الدفاع حتى عن معسكراته وأماكن تمركز جيشه، وبالتالي التعويل عليه والاعتماد عليه ومحاولة التقرب منه أو التطبيع معه لا فائدة منها على الإطلاق في الميدان. أنا أعتقد أن هذا الأمر كله قد تحقق في خلال هذه الساعات أو اليوم الثاني للمعركة. وإذا كنا نبحث في البداية عن صورة للانتصار، نحن نتحدث اليوم عن مئات الصور وربما يعني عشرات أشرطة الفيديو التي تؤكد بأنه إحنا لدينا القدرة والإمكانية على إيذاء وإذلال هذا الاحتلال، رغم إقرارنا طبعا بأنه الإمكانيات العسكرية والفنية والدعم الخارجي ما بيننا وبين الاحتلال لا يمكن المقارنة حقيقة، لكن الإرادة والتصميم والاعتماد على الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وأن إحنا أصحاب حق وأصحاب الحق دوما يعني مستعدون للتضحية بكل ما يملكون من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافهم. أنا أعتقد أن هذا كلام كله قد تحقق يعني حتى الآن بغض النظر عن مجريات استكمال المعركة في الأيام القادمة. أستاذ رامي، كيف تقرأ هذا التحول الكبير في العملية وفي أيضا تكتيك المقاومة الفلسطينية بعد توسيع الفصائل العملية بالزحف باتجاه الضفة؟ كيف تقرأ كل ذلك أستاذ رامي؟ يعني واضح مع دخولنا اليوم الثاني للمعركة بحسب بيانات القسام التي قالت أن العملية ما زالت في بدايتها وما زال المقاومون يقاتلون داخل مغتصبات أو المستعمرات التي دخلتها المقاومة الفلسطينية، إلا اللافت أن قيادة المقاومة أعلنت اليوم عن تطوير هجومها ليصل إلى مغتصبات أكثر عمقا في الداخل الفلسطيني، حيث وصل المقاومون إلى مغتصبات أوفوكيم على مسافة أكثر من 24 كيلو وقلان ونتبوت وبئيري، كما بدأ العدو بدفع قوات من سلاح البر باتجاه جبهات القتال. واضح أنه لازال العدو يحاول امتصاص الضربة الأولى التي وجهتها له كتائب القسام واستيعابها، ومن ثم السيطرة على الموقف قدر الإمكان من أجل تحديد شكل ونوع الرد. لكن واضح من خلال ما حدث هناك فشل استخباري كبير وقع فيه الكيان الصهيوني ينبئ عن تطور في تكتيكات المقاومة الفلسطينية. كشف هذا الجهد الأمني والعسكري والتكتيكات التي شهد العالم كله ببث مباشر عن فشل استخباري وأمني إسرائيلي كبير، وأن جهود الاستخبارات العسكرية للمقاومة الفلسطينية مكنتها من إخفاء نوايا المقاومة وعن العدو بخداعه وتضليله، وعرقلت جهده في ترتيب أحجية استعدادات المقاومة. في إطار هذا التفوق العسكري والاستخباري للمقاومة وفي إطار خيبة النخبة الإسرائيلية وكثرة هيبتها، سيتجدد السؤال الآن لدى كل إسرائيلي وكل مستوطن: كيف حدث ذلك في طوفان الأقصى؟ لماذا لم ينجز قوات الاحتلال مهماتها التي كانت تناور على حدود قطاع غزة؟ اختراق دفاعات الاحتلال لم تفعل القنبة الحديدية كما هو المطلوب. ما العمل مع هذه الوحدات التي استطاعت أن تهدد
هذا الكيان ما العمل مع المقاومة التي باتت اليوم تحت ظاهرة مصداقية لا نظير لها شعبيا لدى المجتمع الفلسطيني، وبات المواطن المغتصب الصهيوني يصدق المقاومة أكثر ما يصدق قياداته العسكرية. بالتالي هذه العملية حتى الآن وما زالت مستمرة أبرزت ثغرات استخبارية وعسكرية كبيرة تتمثل بالعمل الاستخباري، فشل خطط دفاعية، إهانة للجند الإسرائيلي وسطوته. بالتالي واضح أننا أمام عقلية لدى قيادة المقاومة محترفة، قيادة حكيمة امتلكت إرادة، راكمت نضج ووعي تجلى حتى الآن في إدارتها لهذه المعركة بذكاء واتزان وتكتيكات محسوبة وتتعامل مع كل السيناريوهات. بالتالي نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني. أستاذ إبراهيم، هل هو جاهز معنا الآن أستاذ إبراهيم؟ طيب، إلى حين أن يجهز الأستاذ إبراهيم أنتقل إلى الأستاذ حسام. أستاذ حسام، هل كان للتطور التكنولوجي والتسليح الفلسطيني دور في تحقيق هذا التفوق العسكري على قوات الاحتلال، أم كان لإدارة المعركة ربما تأثير أكبر من ذلك؟ هو بلا شك هناك عدة عوامل أدت إلى هذا النجاح المميز في التطبيق والتنفيذ. أولها هو الإصرار والتصميم والعزيمة والشعور دوما بأنه إحنا يعني كما قلت أصحاب الحق، وبالتالي مستعدون أن نفعل كل ما يلزم من أجل هزيمة هذا الاحتلال. لو يعرف الناس تفاصيل ما لدينا من إمكانيات وقدرات بالمقارنة مع ما لدى عدونا لما صدق أحد مثل هذه النتائج. لكن إحنا بنحكي عن استغلال لكل الآلات وكل الوسائل ولكل الإمكانيات المتوفرة. هناك عقول هندسية وعقول فنية وتكنولوجية، هناك تدريب. يعني هذه العملية لم تتم هكذا بين عشية وضحاها، احنا بنحكي عن أشهر طويلة من التدريب المتواصل والمستمر والمنهك، وبنحكي عن قيادة للقسام، قيادة مجربة وخبيرة ولديها إمكانيات على المستوى الفردي بشكل كبير جدا، أشرفت ونفذت وتابعت التدريب ثم التنفيذ. يعني بالمناسبة يعني حتى الآن هناك تواصل مع المجموعات من القسام التي ما زالت متواجدة على أرضنا في 48، بمعنى هي ليست مجموعات تدخل هكذا يعني دون يعني تحضير مسبق ودون معرفة بتفاصيل المكان الذي يتم اقتحامه. احنا بنحكي عن تدريب شديد، بنحكي عن قيادة خبيرة ومتابعة، وبنحكي عن إمكانيات جزء كبير منها تم تصنيعه بالأيدي الفلسطينية بأيدي خبراء ومهندسي كتائب القسام في قطاع غزة. أستاذ رامي، المقاومة تؤكد أنها مستعدة لكل الاحتمالات المتوقعة، وأيضا تبدي استعدادها لأي تطور فيما يخص ربما غزو بري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال. هل تتوقع أن يتطور الأمر لهذا المنحى أستاذ رامي؟ كما تحدث المقاومة أخي الكريم مقاومة راشدة اليوم. هذه المقاومة راكمت وامتلكت خلال السنوات الماضية من نقاط القوة على صعيد الوسائل النوعية، الأسلحة المتركرة، القدرات الاستخبارية، ما أوصلها أن تضع بدائل وازنة لاتخاذ القرارات والسيناريوهات لتجعل تهديداتها واقعا على الأرض، وتعمل حسابات لكل فعل العملية كانت تضع كل السيناريوهات وكل الاحتمالات. لكن في تقديري أن العدو في المرحلة الحالية لن يقدم على القيام بعمليات ثقيلة ضد غزة قبل أن يحقق إعادة السيطرة على مرصده من جغرافيا في قطاع غزة، وحتى الآن هذا غير واقعي وهو مرتبك في غلاف غزة. العدو لم يحصل حتى الآن الأضرار والخسائر في صفوف العسكريين والمدنيين، ونشهد ارتفاع مضطرب في الخسائر كل ساعة تبدأ من 50 إلى 100 قتيل كل ساعة تزيد الأعداد، وليس لديه حصر لأعداد الأسرى والمفقودين والعسكريين من العسكريين والمدنيين. بالتالي التأكد من أن رد فعله لن يجلب عليه ردود فعل غير متوقعة من قبل المقاومة، قد تكون من الداخل ومن الخارج، وخاصة إذا
يبدو أن هناك خللا في الاتصال. أستاذ رامي وأستاذ حسام ضيوفنا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.